سؤال تاني. انا متضايقه قوي يا دكتوره، انا اول مره اشوف خطيبي وهو بيتعامل مع مرات اخوه، ماشي، واللي كانت بتحبه، يعني هي مرات اخوه كانت بتحبه قبل ما تتجوز اخوه، يعني اذا ها، ولقيته بيتعامل باسلوب عادي قوي. يا جماعه ما تيجوا تكتبوا السؤال ووضحوا، عشان كل كلمه بيبقى لها مردود. ولقيته بيتعامل باسلوب عادي قوي وزياده عن العادي، مع انه المفروض انه ملتزم وكل شويه ينادي عليها تعمل له حاجه. انا من ساعتها غضبانه جدا، وانا كنت بحسبه يعني ايه ملتزم في تصرفاته. الخاطب خطيبك وبيتعامل ومعامله مرات الاخ، اصل هي ده اخويا الكبير ومراته دي زي اخت، ايوه يعني، بس لا تحل لك، وفي حدود للمعاملات وفي كده، والمفروض ان التعامل انا عارفاه وهو عارفه. طب هو متمادي، اقول له ومن دلوقتي اقول له لا الموضوع ده موضوع فيصل، انت بتتكلم يبقى انا عايزني اتكلم. بص هقول لكم على حاجه، واحده تقول لك ايه، اصل انا هقول له انت لو هتعمل وانا هعمل. ما ينفعش اما اجي اقنع حد خصوصا الرجاله تقول له كذا وانا هعمل يعني ايه، بتحط نفسك في نديه هيديك والله لو كان هو اللي غلطان الف غلطه، خلاص قلب الترابيزه عليك. خليكم ناصحين في امور الحوار والاقناع، خليكم ناصحين. امال تقولي ايه؟ والله يا ابن الحلال الله عز وجل لا يرضى ذلك، ويبقى اللي بيني وبينك الله يرضى والله لا يرضى، محدش يقدر يتكلم. بص الله يرضى ولا يرضى ده ما حدش يجي ياخد ويدي معاكي في الكلام ويجي يعلم يقول لك لا اصل لنا راي. لا مالكش راي، فقال الله وقال الرسول مالكش راي. انت زي ما انا التزم بقال الله وقال الرسول، انت كمان تلتزم بقال الله وقال الرسول بس، ويبقى ده معيارنا. اصل احنا مش ملتزمين قوي بس مش مسلمين يعني. يعني انتم مش هو الالتزام ايه يعني، ولا مسلمين يعني، مسلم لله اسلمت امري لك يا رب. معنى لا، معنى الاسلام ايه؟ اسلمت وجهي لله، اسلمت قلبي وجوارحي لله واوامر الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فخلاص الله عز وجل قال الله لا يرضى ذلك، الله لا يحب ذلك، وانا هذا الامر يؤلمني، وانا اسعى ان في رضاك دايما مكتوب اراضي وسعيد. وزي ما بسعى لكده انا اتمنى ان انت كمان تسعى في الحاجه اللي انا لا احب هذا التساؤل في التعامل. واحده بتقول لي مرات اخويا مش مرات اخوه ما اعرفش ايه، ووالده جديد وبتقوم جايه مش عارفه ايه، وقاعده عماله ترضع الموشن، وده قاعد وكذا، ودي بتتكلم ايه الدنيا دي، ايه الدنيا دي. لا لا، اصلها محجبه بره وبعدين بتخلع حجابها وقاعده مش عارفه بايه، في الدنيا حر بقى فقاعده. لا لا، الله لا يرضى ذلك. الحمل والموت، الحمل اقارب الزوج، لا في حدود وفي كلام. ده حتى لو اخوه مش ما يخشش بيته، ما يخشش بيته. وخليكي صريحه بدل ما تبعتي لي سؤال وتقولي انا متضايقه ومخنوقه لا لا لا، خليكي جميله كده وصريحه معاه عشان هو كمان يبقى ايه صريح معاكي.